جديدة لهذا النادي، شنو الجديد اللي راح نشوفه بالزوراء؟ يعني الجديد في الزوراء للمواسم إن شاء الله القادمة، إحنا راح نركز جل اهتمامنا على يعني صراحة على الفئات العمرية اللي عندنا، سواء كانت براعم، أشبال، ناشئين، تعرف إحنا العمل بالهيئات الإدارية أخي العزيز مو فقط عمل فني، عمل تربوي ملاصق للعمل الفني، ترى العمل التربوي قبل العمل الفني. وإحنا نعرف كل الزين الناس من يعني من ترسل أبنائها إلى نادي الزوراء يكون مطمئن جدا، وتفهم داعش ذا أقصد أني الطفل الصغير عندما يرسل أبوه إلى نادي الزوراء يكون مطمئن، لأن كل الموجودين هناك هم ناس مربين. يوقف فوق هذا كلهم إدارة لا تسمح بأي حالة خطأ في هذا المجال، خصوصا في المجالات اللي حكينا عليها اللي هي الفئات العمرية، إضافة إلى مدربين هم يحملون من الفكر والأبوية ومن أيضا الاحترام لهذا الشيء. لذلك هذا راح نهتم به كلش، لأنه أنت أن تبني جيل لازم تهتم بالنبتة الأساسية اللي هو البرعم أو الناشئ أو الشباب أو الشبل أو حتى يكون في المستوى الآخر اللي هو أعلى من عندهم الشباب. زين، اللي حكيته المفروض يكون سياق عمل لكل الإدارات، مو هو مشروع جديد مبهر ممكن تقنعني بيه استاذ شاكر؟ اسمح لي بصراحة، الحالي أقول لك أنت اليوم إدارة جديدة فزت، هسه الحالي شنو مشروعك؟ هسه هذا الحالي طبعا مبهر أخي، في ظل الفوضى اللي دا نعيشها إحنا في كل شيء، انتشار المخدرات، انتشار الأمية، انتشار الحالات السلبية ببلدنا، إحنا يجب أن نكون لنا بصمة في هذا الموضوع. أنت تقول لي هذا مو مهم، والله هذا أهم عمل ممكن تقوم به أي إدارة، لأنه هي مو فقط يعني تنطي أنت جانب فني، وإنما تنطي جانب في الأخلاق. ممكن أن تنشئ من ذول 400 أو 500 اللي يجونك أنت شهرياً اللي يجون نادي الزوراء، ممكن أن تنشئ جيل صحيح، ممكن أن نكون إحنا المبادرين والآخرين والآخرين والآخرين، لذلك حتى تكثر الحالات الإيجابية ببلدنا بدل ما نشوف الحالة السلبية. أعرف وين تريد توصل، بس أنا يعني من أقصد لك على مشاريعكم أيضا راح ندخل في من تقول لي مثلا إحنا كان عندنا عجز مالي 700 هيك وضعنا لحلها، من إحنا عندنا مشكلة بالملعب هيك وضعنا لحلها. هذه إذا تريد لي هيك أقول لك ما عندي مشكلة، بس أنا هذا في تصوري هو أهم الأساس. حالة هو الأساس. الحالات الثانية تأتي تباعا، المال يحل. ممكن في جلسة واحدة من جلسات مجلس الوزراء ويقول لك يابا الزوراء بدل ما أنطي هذا المبلغ أنطي حال أقرب نادي آخر إليه، سواء كان بالأندية المؤسساتية دا أقول أنا طبعا. هذا جانب ينحل، هذا في جلسة، هذا واحد. اثنين